بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم التسارع المركزي للصف الأول ثانوي، الفصل الدراسي الثاني، المادة فيزياء المستوى الثاني. سنتعلم اليوم أيها الطلاب والطالبات، أولا تحدد القوة التي تسبب التسارع المركزي، ثانيا تفسر لماذا يتسارع الجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة المقدار في مسار دائري، ثالثا تصف كيف يعتمد مقدار التسارع المركزي على سرعة الجسم ونصف قطر الدائرة. تعلمنا في دروس ماضية أيها الكرام الحركة الدائرية المنتظمة، وقلنا إنها حركة جسم أو جسيم بسرعة ثابتة في دائرة نصف قطرها ثابت، وتعرفنا أيضا كيف استطعنا حساب متجه الموقع ومتجه السرعة لهذه الحركة الدائرية. السؤال هنا أيها الكرام، صف حركة القمر حول الأرض. إن الواضح أمامنا في هذه الصورة أن القمر يدور حول الأرض في مسار دائري يسمى مسار إهليجي، وهذا المسار أيها الكرام يكون بسرعة ثابتة وله نصف قطر تقريبا ثابت. كذلك حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، حول نفسها تكون حركة دورانية وحول الشمس تكون حركة دائرية. التسارع المركزي، لكل جسم أيها الكرام يتحرك لابد أن له تسارع كما تعلمنا في فصول ماضية، فإذا تحرك الجسم لابد أن يكون له تسارع، والتسارع المركزي في الحركة الدائرية المنتظمة سمي بهذا الاسم لأن اتجاه هذا التسارع يكون إلى المركز، اتجاه هذا التسارع يكون إلى المركز، ويحسب من علاقتين مهمة. العلاقة الأولى هي مقدار حاصل قسمة مربع السرعة على نصف قطر دائرة الحركة، فالتسارع المركزي AC يساوي V تربيع على R، حيث أن في هذه هي مربع السرعة وR هي قطر الدائرة. ونلاحظ هنا من هذا الشكل أن اتجاه التسارع المركزي يشير إلى مركز الدائرة، يشير إلى مركز الدائرة. إذن هذا هو القانون الأول والمستخدم لحساب التسارع المركزي في الحركة الدائرية المنتظمة، وهو تسارع جسم أو جسيم يتحرك حركة دائرية منتظمة في مسار دائري وبسرعة ثابتة. هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يشير اتجاه التسارع المركزي إلى مركز الدائرة دائما، يشير اتجاه التسارع المركزي إلى مركز الدائرة دائما، هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ إن عبارة هذا السؤال أيها الكرام العبارة صحيحة، لذلك سمي هذا التسارع. إذن العبارة هنا صحيحة. كيف نستطيع حساب التسارع المركزي بدلالة ما يسمى بالزمن الدوري، وهو الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة؟ إذا تحرك الجسم، لو نفترض أن الجسم كان هنا عند هذه النقطة ثم تحرك الجسم وأتم دورة كاملة، عند إتمامه دورة كاملة الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة يسمى بالزمن الدوري، فيحسب من العلاقة التالية AC له التسارع المركزي يساوي 4 باي تربيع، وهذه القيمة ثابتة، في R نصف قطر الدائرة على T تربيع اللي هو الزمن الدوري، الزمن الدوري لهذا الجسم. إذن لدينا علاقتين رياضيتين لحساب التسارع المركزي، أحدهما AC يساوي V تربيع على R، والأخرى هذه هي 4 باي تربيع في R على T تربيع. عرف الزمن الدوري. ما هو الزمن الدوري؟ ما هو الزمن الدوري؟ قلنا أن الزمن الدوري أيها الكرام أنه هو الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة، الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة يسمى بالزمن، يسمى بالزمن الدوري. نأتي إلى تطبيق رياضي وفيزيائي لهذه القوانين للتسارع المركزي. يقول السؤال: أديرت سدادة مطاطية كتلتها 1.5 كيلوغرام مثبتة عند طرف خيط طوله 0.93 متر،
متر تقريبا إلى 7 سنتي في مسار دائري أفقي لتكمل دورة كاملة خلال زمن قدره 1.21. احسب مقدار قوة الشد التي يؤثر بها الخيط في هذه السدادة المطاطية. هذه السدادة، نفترض أن هذه السدادة المطاطية ولكي تتم دورة كاملة أخذت زمن قدره 1.21، فما هي مقدار قوة الشد لهذه السدادة المطاطية؟ في بداية هذا الحل نقوم أولا بكتابة المعطيات كالتالي. المعطيات نلاحظ أن الكتلة مقدارها 1.5 كيلوغرام، ونصف القطر اللي هو الآر يساوي طول الخيط هو 0.93 متر، كذلك الزمن الدوري اللازم لإتمام دورة كاملة يساوي 1.21 ثانية. الحل، ما رأيكم؟ ما هو القانون المستخدم لحل هذا المثال أيها الطلاب والطالبات المبدعون؟ نستخدم أيها الكرام هذا القانون لإيجاد ما يسمى أولا بالتسارع المركزي. AC يساوي 4 باي تربيع في R على T تربيع، حيث أن 4 باي تربيع مقدار ثابت، والR هو 0.93 والT هو 1.21 ثانية. فيكون الجواب كالتالي: AC يساوي 4 باي تربيع في 0.95 على T 1.21 تربيع. نلاحظ هنا أيها الكرام التربيع، لا تنسى أيها الطالب والطالبة التربيع، انتبهوا إلى التربيع. يكون الجواب هنا 25.58 متر لكل ثانية تربيع. هذا بالنسبة للتسارع المركزي، والمطلوب هنا قوة الشد، مقدار قوة الشد وليس التسارع المركزي. لحساب قوة الشد نستخدم القانون التالي. لحساب قوة الشد نستخدم القانون التالي: F تساوي MAC اللي هو التسارع المركزي، F تساوي M اللي هي الكتلة في تسارع المركزي لهذا الجسم، وتساوي، نعوض بالأرقام حيث الM 1.5 كيلوغرام كما هو موضح في المعطيات وفي السؤال، وأي التسارع المركزي 25.58، يكون جواب هذا السؤال 38.38 نيوتن. إذن هذا هو مقدار قوة الشد التي يؤثر بها الخيط في هذه السدادة. إذن أولا قمنا بإيجاد ما يسمى بالتسارع المركزي، ثم بعد ذلك أوجدنا قوة الشد. ننتقل إلى سؤال آخر أيها الكرام. في مضمار دائري نصف قطره 2.5 متر، يركض عبد الله بسرعة مماسية ثابتة قدرها 0.89 متر لكل ثانية، لذلك فتسارعه المركزي يساوي A 0.11 متر لكل ثانية، B 0.28 متر لكل ثانية، C 0.32 متر لكل ثانية، D 2.2 متر لكل ثانية. ما رأيكم أيها الطلاب والطالبات في حل هذا السؤال؟ وكيف نستطيع حل هذا السؤال؟ وما هو القانون اللازم لاستخدام هذا السؤال؟ لحل هذا السؤال نستخدم القانون التالي أيها الكرام: AC يساوي V تربيع على R، حيث أن V هنا 0.89 والR هو 2.8 متر. فيكون جواب هذا السؤال أيها الكرام بعد التعويض في هذا القانون هو 0.28 متر لكل ثانية تربيع. إذن هذا هو حل هذا السؤال. أيها الكرام، تعلمنا اليوم التسارع المركزي، وقلنا أنه هو تسارع جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة على مسار ثابت نصف قطره ثابت. وهناك قانونين مستخدمين لحساب التسارع المركزي، أولا بدلالة السرعة، وثانيا بدلالة الزمن الدوري، وكليهما استخدمنا لهما مسائل رياضية استطعنا حل بعض الأمثلة عليها. مراجع درسنا لهذا اليوم: الفيزياء للصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الثاني، معجم الفيزياء المصور، الفيزياء للأدباء سلسلة التبسيط وسلسلة بالبيت التعليمية. للتواصل أو المزيد من الدروس على موقعنا على الإنترنت أو على حساب دروس في تويتر أو على الهاتف المجاني. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.